عندي كوبايه من اللبن، كوبايه من الزبده، ثلاث ارباع كوبايه من السكر، سكر عادي مش باودر، وعندي نص كوبايه من الكاكاو، كاكاو طبعا خام، عندي كمان فانيليا ومعلقه قهوه سريعه الذوبان، وتقدروا ان انتوا تشيلوها لو مش حابين تحطوا فيها قهوه سريعه الذوبان، تقدروا تشيلوا المعلقه دي، هي بس يعني بتعلي التيست كده شويه لو الناس بتحب الطعم اللي هو بتاع القهوه ده يبقى موجود شويه، لو مش حابين تقدروا تشيلوها. عندي كمان بسكوت ساده، هقول تاني المقادير: كوبايه لبن، كوبايه زبده، وثلاث ارباع كوبايه سكر، ونص كوبايه من الكاكاو، وفانيليا، ومعلقه صغيره من القهوه سريعه الذوبان، وتقدروا ان انتوا تستغنوا عنها. وعندي كمان معلقه صغيره من سوري البسكوت ساده، اي كميه بقى، وهقول لكم ان احنا هنشوف الكميه هنحتاجها قد ايه في ايه. تعالوا بصوا على النار كده، هبدا احط كل المكونات على بعض. بصوا السهوله بقى، هحط الزبده على السكر على الكاكاو الخام على الفانيليا على معلقه القهوه سريعه الذوبان وكوبايه اللبن، كل ده انا عايزه احطه على النار كده واقلبه. هنعمل لنورهان كيكه اهو. نورهان كل سنه وانت طيبه يا نورهان. ده نورهان المصوره عيد ميلادها، كل سنه وانت طيبه يا نون. نعمل لها اهو كيكه اهو، مش كسلانين ولا حاجه يعني، هنعمل لك كيك تاني واحنا مش كسلانين. كيك سريع تقدروا تعملوه كده بمنتهى السهوله، والولاد بيحبوه جدا وطعمه بيبقى في منتهى الجمال. بصوا هبدا اقلب كده، انا محتاجه المكونات دي ان هي تسيح مع بعض، انا مش محتاجه اكتر من المكونات دي كلها تدخل مع بعض وتسيح مع بعض، عايزه الزبده مع السكر مع كل المكونات دي، كل الكلام ده ايه كده ايه يسيح ويدوب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. تمام، تعالوا بقى في الوقت ده نكسر شويه بسكوت ونحضر الحاجه اللي احنا هنلف فيها. احنا معانا وقت قد ايه يا استاذ ربنا يستر؟ ماشي، مش ما تفاجئنيش بس. عاملين لي سربرايز مثلا ولا حاجه؟ لا لا، ما لسه عندنا حاجات هنجاوب عليها. ما انا عارف. بصوا هنكسر بقى شويه بسكوت كده، نجاوب امبارح السجق، ونجاوب على كام سؤال، فهننجز ان شاء الله عشان نجاوب على شويه من الاسئله اللي اتسالناها، وحشو الفرخه وكل ده ان شاء الله هنجاوب عليه دلوقتي. بصوا بكسر بقى اي تكسيره بايدي، يعني مش شرط حاجه، يعني انا مش عايزه فرفت البسكوت، انا عايزه اكسره بس في نفس الوقت مش عايزه فرفته يعني. نكسر ومش هحط بقى مقدار البسكوت، يعني دايما اخلي عندي بسكوت زياده اشوف المقدار همحتاج شرب البسكوت كله ومحتاج تاني ولا لا. هوريكم ازاي هتقدروا تتحكموا في الموضوع ده واحنا بنحط الحاجه. حاضر. بصوا اهو بالشكل ده كسر كده البسكوت. بصوا عندي بسكوت زياده، بس انا مش هعمل كل كميه البسكوت دي غير لما اتاكد ان كله اتشرب ومحتاجه بسكوت تاني. بصوا شايفين الزبده مع اللبن مع السكر كله اهو ساح بالشكل ده اهو، وبيغلي مع بعض. هجيب بقى الخليط ده وابدا ان انا احطه ايه على البسكوت. طب اعرف منين ان انا محتاجه بسكوت تاني ولا لا؟ لما اديله تقليبه كده وعندي سوائل، طول ما عندي سوائل يبقى انا محتاجه بسكوت تاني، طول ما عندي سوائل يبقى انا محتاجه بسكوت اهو. هبدا كده اهو، المقدار ده بيعمل على فكره كميه كويسه جدا الشكل ده. وهحضر طبعا، ممكن بقى تحطه مثلا في قالب انجلش كيك، ممكن تحطه في ستريتش على طول وتلفوه زي البونبونيه كده براحتكم خالص، تقدروا تعملوا ده وتقدروا تعملوا ده. انا هوريكم احنا مثلا كنا عاملينه في ستريتش، ممكن اعمل لكم دلوقتي في قالب انجلش كيك عشان اوريكم الاثنين هيبقوا عاملين ازاي. اديني يا اسلام يلا قلب كده اهو كده تمام قوي. بصوا لسه طبعا الشوكولاته والزبده والحاجات دي كلها ايه هتمسك مع بعض، انا كده تمام قوي.
كده المقدار اللي عندي مظبوط وزي الفل. ادوني كده فك لي الاسترتش. عندي بقى ممكن اعملهم بطريقتين، ممكن اعملها زي البونبونيه كده لو انا ما عنديش قوالب او حاجه، ممكن افرد استرتش كده بالشكل ده والفها وابدا ان انا اعملها زي البونبوني كده، الفها زي ما احنا متعودين لما كنا بنعمل اللانشون والكلام ده كله اهو، او ممكن اعملها في اي قالب اهو، يعني ممكن اعملها كده في استرتش، افرد الاسترتش واحط المقدار واعمله زي البونبوني، او اعملها في قالب. برضو القالب مهم ان انا ابقى حاطه فيه استرتش عشان اعرف ان انا اتحكم فيه واشيله كويس. يلا افلام ابدا اطلع، هشيل كده حته من الاسترتش ده وهبدا برضو ابقى مبطنه القالب اللي عندي واحط المقدار بتاع الليزي كيك واسيبه طبعا ادخله الثلاجه لحد ما كل ده يمسك في بعض. لما يمسك في بعض هوريه لكم دلوقتي هيبقى عامل ازاي.